عزيزي المشاهد، أهلا بيك في حلقة جديدة من برنامجنا فاحصين الكتب. لازلنا في دراستنا لرسالة فيليبي، وصلنا الأصحاح الرابع، وبفكر حضرتك أنك تجيب كتابك المقدس عشان تتابعنا في الحلقة مع بعضنا. اسمح لي في البداية أرحب بضيوفنا في الاستوديو. أخ فايز فؤاد أهلا بيك، أخ أيمن يوسف أهلا بيك، أخ مدحت حلمي أهلا بيك، أخ يوسف رياض أهلا بيك. سفر الحياة. يرد هذا الاسم في الكتاب المقدس عدة مرات، فمثلاً في العهد القديم قال موسى للرب: الآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبته. وفكر مشابه لهذا نجده في المزمور 69 والعدد 28. ثم في العهد الجديد في إنجيل لوقا، لما رجع 70 رسولاً وهم فرحين لأن الشياطين خضعت لهم باسم المسيح، وجههم المسيح إلى شيء أكثر أهمية، وهو أن أسماءهم قد كتبت في السماوات. وفي الرسالة إلى العبرانيين يوضح الكاتب أن المؤمنين في الوقت الحاضر هم كنيسة أبكار مكتوبين في السماوات، لكن سفر الرؤيا يتضمن الإشارة إلى هذا السفر أكثر من غيره، فهو في البداية يؤكد أن المؤمن الحقيقي لن يمحى اسمه من سفر الحياة. ثم في رؤيا الأصحاح 13 والعدد 8 يقول: إن جميع الساكنين على الأرض سيسجدون للوحش، أي زعيم الإمبراطورية الرومانية العائدة إلى الحياة، ويستطردوا موضحاً الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. وفكر مشابه للفكر السابق نجده في رؤيا الأصحاح 17 والعدد 8. وفي رؤيا الأصحاح 20 والعدد 15 يؤكد الرائي أن كل من لم يوجد اسمه مكتوباً في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. وأخيراً في سفر الرؤيا الأصحاح 21، عندما تحدث الوحي عن المدينة السماوية أكد أنه لن يدخلها إلا المكتوبين في سفر حياة الحمل. إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. أطلب إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكرا فكرا واحدا في الرب. نعم، أسألك أنت أيضا يا شريك المخلص، ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل مع أكليمندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماؤهم في سفر الحياة. أعداد الأولى من الأصحاح الرابع بتقول: إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي، أثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. أطلب إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكر فكرا واحدا في الرب. نعم، أسألك أنت أيضا يا شريك المخلص، ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل مع أكليمندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماءهم في سفر الحياة. أخ فايز، أرجو أن تلقي لنا ضوءا على هذا الجزء. يعني أحب أربط الأجزاء الأولى من أصحاح 4 بالأفكار اللي جت في الرسالة قبل كده. إحنا في أصحاح 2 الرسول بولس استحضر قدامنا المسيح المتضع اللي وصل في اتضاعه إلى أنه ذهب إلى الصليب، وحررنا أن يكون لنا هذا الفكر الذي في المسيح، فكر الاتضاع وفكر حسبان الآخرين أفضل من أنفسهم، وفكر أن إحنا لا نطلب ما هو لأنفسنا بل ما هو لآخرين. فأصح 3 الرسول بولس بيرسم قدامنا المسيح المرتفع اللي هو أصبح في المجد، وأصبح الغرض اللي قدام كل مؤمن يسعى المؤمن أنه يصل إليه باعتباره الجعالة. وانتهى أصح 3 بأنه بيقول لنا، بيكلمنا عن الرجاء المبارك، أننا من السماوات ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا لكي يكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخدع لنفسه كل شيء. بعدين بيبتدي في أصحاح 4 بكلمة مهمة جدا: إذن.
إذن يعني بناء عن ما تقدم ويبتدي الرسول بولس يقول لنا أو يقدم لنا سلسلة من التحريضات تشمل الجزء الأول من هذا الأصحاح لعدد 9. طالما أنتم منتظرين المسيح، طالما سيرتكم هي في السماوات، طالما أنتم انفصلتم عن هذا العالم، طالما أنتم مش مطولين في هذا العالم وتنتظرون المسيح آتيًا إليكم، فيبتدي يقدم لنا سلسلة من التحريضات يعني يجب أن تتمثل في حياة كل شخص ينتظر الرب يسوع المسيح. الآيات اللي حضرتك قريتهم فيهم تحريضين، التحريض الأول الثبات في المسيح، والتحريض الثاني أن يكون لنا هذا الفكر الواحد. أعتقد أن الفكر الواحد هو فكر الاتضاع الذي كان في الرب يسوع المسيح. الآية الأولى بتكلمنا عن الثبات في الرب، وأنا شايف أن الثبات ده أمر في منتهى الأهمية، وأراه في ثلاث دوائر. الدائرة الأولى الله يثبت المؤمنين، وفي رومية 14 بيقول إن الله قادر أن يثبت الأخ الضعيف. لو لي أخ ضعيف الله قادر أن يثبته، لن يضيع لن يهلك لأن الله سوف يثبته. دي نعم، لكن أنا مسؤول عن إخواتي، ولا سيما اللي بين الجماعة مثل الرعاة. فالرب قال لبطرس متى رجعت ثبت إخوتك، فدي مسؤولية بطرس، مسؤولية كل واحد يقيم الرب راعي على قطيع المسيح إنه يثبتهم. لكن الله بيثبتنا، والرعاة فيما بيننا بيعملون على تثبيتنا، لكن أنا علي مسؤولية إني أثبت هكذا في الرب. والثبات لو قرينا في يوحنا 15 هنلاقي تتكرر كلمة الثبات 11 مرة، وده الأساس للثمر. علشان يبان حياة المسيح فينا لازم نثبت في المسيح والمسيح يثبت فينا. يعني عايز أقول بطريقة عملية أخي يوسف، إزاي الواحد يقدر يثبت في الرب؟ يعني وصية رائعة وجميلة بيقولها الرسول، بس عمليا الإنسان العادي طب أثبت في الرب إزاي؟ أعتقد أنه يعني الرب بيقول إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدونه فيكون لكم. يعني أعتقد أنه أهم وسيلة للثبات في الرب إن إحنا نثبت في كلمته، إنه كلمته يعني تاخد مكانها فينا، وإنها تملأ أفكارنا وتملأ حياتنا. ساعتها يعني فعلا هنبقى في حالة الثبات، هنقدر يعني نتمتع بالثبات ده. ويمكن كمان مش بس كلمته، يعني الآية اللي حضرتك أشرت إليها تحدثت عن ثبات كلامي فيكم تطلبون ما تريدون. يبقى قراية الكتاب والصلاة دول وسيلتين رائعتين، إذا كنا عاوزين يعني نخليها مفكوكة عشان المشاهد يفهمها. يعني أثبت في الرب عملية، يعني أقرأ كلمته واخد كلامه دليا وبعدين اصلي. عايز اضيف حاجه عمليه كمان، فكره الثبات جايه من غصن في شجره، هي دي فكره اثبتوا فيا. بمعنى الغصن في الشجره حكايته معتمد تماما على الشجره، هي اللي بتمده بالغذاء، هي اللي بتحدد كل حاجه فيه. فكان انا بقول له رب انا ما اقدرش اعيش من غيرك، انا ما اقدرش اعمل حاجه من غيرك، لا صغيره ولا كبيره، مش هتطلع اصلا. فبالمفهوم دوت اقرا الكتاب، بالمفهوم دوت بصلي، ان انا بقرا الكتاب بقول له رب انا عايز توجيهاتك، بصلي بقول له انا ما اقدرش اعيش من غيرك، والاحساس دوت دائم معايا كل الوقت وكل اليوم وكل حياتي. انا بعتقد ان ده مفهوم يعني عملي قوي عن فكره الثبات في المسيح. هو في كمان كلمتين مهمين قوي ممكن يشرحوا لنا ازاي نثبت في الرب. كلمه اذا يعني بناء عن ما تقدم من ان في رجاء ليكم وان الرب جاي لكم مره تانية. فأنا أعتقد أن التفكر في قرب مجيء الرب يسوع المسيح ده يخلي الواحد يبقى ثابت في الرب. يعني أفتكر لما قالوا ليعقوب ابنك يوسف حي، عاشت روحه، لكن كان على وشك أنه يموت وفي منتهى الضعف مش قادر يقوم من على السرير، لكن قالوا له ابنك يوسف آتي للقائك. فتشدد إسرائيل، يعني استمد قوة من فكرة أن يوسف جاي. وإحنا لما بنفكر في قرب مجيء الرب أعتقد أن دي بتدينا قوة وثبات نواصل الرجل والجهاد. لكن في كلمة كمان في العدد 1 بيقول إثبتوا هكذا في الرب، وأعتقد كلمة هكذا يعني بنفس الطريقة التي سلك بها بولس في الأصحاح اللي قبل كده. وحتى هو في الأصحاح في عدد 17 من أصحاح 3 قال لأن كونوا متمثلين بي معا أيها الإخوة. يعني إثبتوا بنفس الطريقة اللي كان الرسول بيها ثابت في الرب، بنفس الطريقة اللي اعتبر حياته عبارة عن رجل وجهاد، بنفس الطريقة اللي كان ليه غرض واحد، بنفس الطريقة اللي ما خلاش حاجة
تعطلوا إطلاقا بنفس الطريقة اللي كان بيجري لغاية ما يصل لغاية الغرض بتاعه هو الرب يسوع المسيح. فإثباته هكذا كأن الرسول بولس بيرسم لنا الطريقة اللي نثبت بيها. أنا معجب جدا بأسلوب الرسول بولس في العلاج، في علاجه للأمور، أسلوب راقي ورقيق جدا. يقول لهم مش بس يا إخوتي، لكن يا إخوتي الأحباء، مش بس كده، بيقول والمشتاق إليهم، يا سروري في الحاضر أنتم سروري وفي المستقبل أنتم إكليلي. الكلام ده مش إنشاء، مش كلام كده بيقوله واحد بدهاه عشان يكسبهم أو هيهيئهم، لكن يقولها واحد شبعان بالمسيح وبيحب شعب الرب، واحد فعلا ينطبق عليه أنه روحاني ويصلح بروح الوداع. هو ده كمان بيوريني الدافع بتاعه، يعني هو دافع حل المشكلة عنده المحبة، وأنه عايز أن المسيح ياخد مكانه في وسط الكنيسة دي. احنا احيانا بنخش نحل مشاكل لاسباب تانية غير كده، فدايما نبقى شويه ناشفين واجريسيف. من ضمنها ان انا احيانا بحس ان انا لما احل مشكله، دي مشكله كلنا عرض نقع فيها، يبقى انا اكبر، واخد بالك؟ فانا اكبر بقى، يبقى ايه، اتشخط بقى واتنطر في الناس دي. لكن اللي داخل يعمل حاجه عشان خاطر المسيح لازم يعملها باحشاء المسيح، بنفس الطريقه اللي كان هيعملها الرب نفسه لو كان موجود. عشان كده في عدد 2 الرسول بولس وصل للهدف اللي من أجله كتب رسالة فيليبي. غالباً أبافروديتس لما جاله الرسول بولس سأله الأخبار إيه، قال له أخبار حلوة قوي عن الإخوة في فيليبي، لكن في النهاية قال له بس إيه، قال له بس في مشكلة بسيطة كده، في خلاف ابتدى يعني يحصل في الكنيسة. إيه المشكلة؟ في أختين مختلفتين مع بعضهم، ورسول بولس ما حققش مين اللي غلطان ومين اللي مش غلطان، لأن إذا كانت في مشكلة متعلقة بأخين أو أختين والمشكلة ما تحلتش، فالأرجح أن الأخين هم غلطانين أو الأختين هم اللي غلطانين، لأن لو في واحد من المختلفين دي فكر المسيح هتتحل المشكلة، فما دام المشكلة متعلقة يبقى الاثنين غلطانين. لكن هو ما بيقولش الاثنين غلطانين، مين غلطان اكتر ومين مش غلطان اكتر. هو بيقول اطلب الى افوديه واطلب الى سنتيخي. لو كان اطلب الى افوديه وسنتيخي، يمكن هيقولوا افوديه الاول لانها هي اللي غلطانه اكتر. لو قال اطلب الى سنتيخي والى افوديه، هيعتبروا سنتيخي هي اللي غلطانه اكتر. لكن اطلب الى افوديه لوحدها واطلب الى سنتيخي، ان تفتكر فكرا واحدا في الرب، يعني بيحرضهم ان يكون لهم فكر الاتضاع ويتمثلوا بالرب يسوع المسيح المتضع، اللي لم يطلب ما هو لنفسه، اللي كان ما جاش عشان يخدم لكن عشان يخدم. لكن هو بيمتدحهم، يقول عنهم كلام حلو قوي، جاهدت معي في الإنجيل، يعني بيغلف كلامه أو ما بيقولش أخطاء، لكن هو بيقول نعمة، بيقول كلام حلو، هو مش بيتملقهم لكن هو بيقول الكلام الصح. هم جاهدت معي في الإنجيل مع آخرين أفاضل، أسماءهم مكتوبة في سفر الحياة، عندهم إمكانية حلوا أي مشكلة تحصل، أي مشكلة تحصل، زي ما الرسول بولس في رسالة كونسول قال، حتى أي حد يقعد، حتى المحتقرين اجلسوهم يحلوا المشاكل. فكلامه مليان نعمة، مغلف بالنعمة، وهو بيتطرق إلى المشكلة. واحد قال إن إبراهيم وإبراهيم لا يمكن يعملوا مشكلة، وإبراهيم ولوط ما يعملوش برضه مشكلة. المشكلة إن لوط ولوط هما دول اللي ممكن يعملوا، لأن لما كانت مشكلة بين إبراهيم ولوط، إبراهيم الروحاني بسرعة حلها وجعل نفسه. وأعتقد إن ده درس ليا، إذا حصلت مشكلة بيني وبين أخي، يبقى أنا أكيد في موقف لوط، بغض النظر عن الطرف الآخر، أنا مش شخص روحي. علاج الرسول هنا للمشكلة بين أفودية وسنتيخي علاج مثالي جدا. بحس إن هو بعد ما قال إنه في مشكلة، إنه في اختلاف في الفكر، قال لهم الحل إنه أنتوا الاثنين تفكروا فكر واحد في الرب، في نفس الوقت افتكروا حاجتين، افتكروا إن أنتوا جاهدت معي لأجل الإنجيل، وافتكروا إنه أسماءكم في سفر الحياة. الحاجتين دول لو افتكرتوهم هتحتقروا أي خلافات، هتقولوا لا، إحنا يعني ما تستاهلش، في أي حاجة تستاهل إن إحنا نختلف، لأن دي هتعطل مسيرتنا في الاتجاه الصحيح. أنا عجبني كمان ذكره للحاجات دي، إنه إحنا عندنا برضو توجه ثقافي إنه لما نحل مشكلة من بين اتنين ننسالهم كل حاجة حلوة ونركز في الغلط بتاعهم. لا، أنا شايف حلاوتهم زي ما هم، صحيح في مشكلة هحلها، بس في نفس الوقت لن أنسى أن لهم ميزات وأن لهم
حاجة جميلة جدا ارتباطهم بالمسيح بوجود اسمه في سفر الحياة. دي كانت طريقة الرب يسوع في رسائله لكل الكنائس. كل الكنائس كان دايما يذكر الجانب الإيجابي وبعدين عندي عليك. والحقيقة دي بتحل المشكلة، لأنه أنا لما باجي أكلم واحد أقول له أنت حلو في المسيح بس دي غلط، بيبقى عنده استعداد يصلحها، لكن لما أنا أوجه له كل الاتهامات وبس بيتوجه بيقوم عنده حالة من الدفاع عن النفس، فبالتالي ببقى أنا كأني بنيت حاجة تمنعني من أني أحل المشكلة. وفي حين زي ما حضرتك قلت إن رب نفسه طريقته دايما كانت إنه يعني ما فيش حاجة اسمها يمدح قبل يمدح. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. نصل إلى العددين الرابع والخامس، فيقول فيهم افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. أخ أيمن، قلنا جمال الجزء دوت. فعلا جزء جميل جدا، زي ما بدأ وقال اثبتوا في الرب، وقال افتكروا فكرا واحدا في الرب، بيقول افرحوا في الرب. في الرب هي دي بيت القصيد. لو قال افرحوا بس يقولوا نفرح ازاي؟ هو بيكلمهم عن فرح مجيد عظيم جدا مش ممكن يختبروه إلا في الرب. فرح رغم الظروف الخارجية، رغم الظروف المحيطة، زي ما قال حبقوق كده رغم كل الظروف المحيطة بيقال إني أبتهج بالرب وأفرح بلا خلاص. يقول كل حين، يعني في كل الظروف في كل الأوقات، مش بس فرح يعني أكيد وفرح مجيد، لكنه دائم دائم في كل حين، في المرض والصحة، في الضيق والوسع، سواء في حقل الخدمة أو حتى جوه السن. لكن يقول بقى ينقل اللي بعد كده، يقول دي حاجة داخلية، الفرح دي حاجة داخلية، طب وين اللي بره؟ ينقل بقى اللي بره ويقول الحلم حاجة مرتبطة أو متعلقة بالعلاقة مع الناس. الحلم هي هدوء الطبع فيما يتعلق بالتصرف مع الغير، لكن الحقيقة الصعوبة تكمن في الكلمة اللي جاية، يقول عند جميع الناس، عند جميع الناس اللي منهم المستفزين والمقاومين يظهر الحلم، لكن محدش يقدر يعمل كده إلا اللي عنده الفكرة الذي كان في المسيح يسوع. ويقول الرب قريب. أنا بتصور حاجة، هو طبعا الرب قريب يعني ممكن نفهمها أنه الرب قريب حاسس بينا، الرب قريب لنجدتنا، لكن أنا بتصور أنه أول ما بيوصل لجميع الناس بيتنهد كده هو محصور في الروح، يقول له إمتى يا رب؟ إمتى يا رب نرتاح؟ إمتى تحط حد لأتعاب البرية ومقاومة المقاومين والأشرار؟ الرب قريب، قرب يجي الرب. الحقيقة بتبهرني فكرة أنه شخص ظروفه كلها سلبية تماماً، شخص يعني المفروض أنه يرثي لحاله يتشغل بنفسه، لكن باعت رسالة بيؤكد فيها مرات عديدة افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضاً افرحوا. ده يورينا أنه الكلام دوت مش مجرد كلام، لأنه أخاف أنه حد من أحبائنا المشاهدين يتصور أنه ده كلام غير واقعي، لكن ده كان بيمارسه الرسول. في الأول يقول لهم يا سروري وإكليلي في الرب، يعني واحد فرحان، واحد حقيقي، مش بيقول كلام هو ما اختبروش ومش في ظروف مستريحة. يعني لو واحد ظروفه كلها كويسة وبيقول يا جماعة لازم نفرح، هنقول ما انتصك مش حاسس بيه، لكن ده ظروفه أسوأ من أي حد من اللي بعت لهم، ومع ذلك هو اللي بيقول لهم افرحوا في الرب. فده شخص مختبر إزاي الثبات في الرب والعلاقة بيه تقدر ترفع الإنسان فوق الظروف وفوق المشاكل مهما كان. في فرق بين في المسيح وفي الرب. احنا بنلاحظ ان الاجزاء الاولى من الرسائل اللي التملي بتتكلم عن الناحيه التعليميه بتكتر فيها كلمه في المسيح، لان في المسيح ده بتتكلم عن المركز وعن المقام اللي لينا، يعني احنا بنتمتع بالبركات لاننا في المسيح، يعني اعرف انسانا في المسيح. لكن التعبير في الرب ده بيتكلم عن الحاله العمليه، التمتع بالبركات بصورة عملية، وعشان كده التعبير ده تملي يجي في الأجزاء العملية في الأخيرة من الرسالة. عشان كده في فيليب 4 التعبير المتكرر أكثر من مرة في الرب، فالرب للتمتع عمليا، وتعبير في الرب معناها يعني في محضر الرب، يعني في جو الشركة مع الرب، يعني تحت عينين الرب، يعني في القوة التي يمنحها الرب، ده اللي يخليني أتمتع بالبركات دي. فعشان كده أنا ملاحظ أن أكتر من مرة يتكرر في الرب
في الرب، يعني اثبتوا هكذا في الرب، افتكروا فكرا واحدا في الرب، افرحوا في الرب، يعني في جو الشركة والعلاقة، في القوة التي يمنحها الرب لنا، نقدر نظهر عمليا اللي لينا في المسيح. بشوف في علاقة وثيقة بين الآية اللي فاتت والآية دي. آخر حاجة تأمننا فيها في الجزء اللي فات، الذين أسماؤهم في سفر الحياة، وبعدها على طول افرحوا في الرب. ما أعتقدش أنها مجرد يعني صدفة، لكن أعتقد أن العلاقة وثيقة. وبشوف العلاقة دي من لقى 10:18 لما قالوا له الشياطين بتقطع لنا باسمك، وفرحانين الرسل جدا، قال لهم مش ده اللي فرحكم. هقول لكم على حاجة تفرح أكتر من أن الشياطين تقطع لكم باسمي. في حاجة يا رب ممكن تفرحنا أكتر، قال أسماءكم كتبت في السماوات، كتبت في سفر الحياة. فكون الأسماء اتكتبت في السماء وفي سفر الحياة، حتى المشاهد إذا كان مريض أو إذا كان في ظروف صعبة، إذا كان مش لاقي يحل مشاكل كتيرة لأن عنده عجز مادي، لكن تذكر أن اسمك في سفر الحياة، أن اسمك في السماء، وهذا الأمر من شأنه أنه يملأ قلبك بالفرح وبالسلام. عايز أشوف إخفاس كمان في كلمة الرب، بالإضافة اللي حضرتك قلته، أن يعني لقب الرب يعني سيد، أنا بأتمر بأمره. جزء كبير من فرحنا واكتفائنا أو عدمه جاي من أننا بطيعه، فاهم أنه ليه خطة في حياتي، لأنه طول ما أنا شايف أنه عنده خطة وأنا أحلى حاجة في حياتي أن أنا أنفذ الخطة ديت، حتى لو جاءت الريح بما لا تشتهي السفن، فحلاقي روحي فرحانة أنه في الآخر أنا ضامن أنه هو يكمل الخطة، فبطلع فوق الظروف وببقى في مستوى أعلى بكتير جدا لما أعلن ربوبية الرب ليا. وأعتقد ده أحد أسباب الفرح. عندي ملاحظة عن الحلم، لأن البعض بيعتبر أن الحلم معناها صفة سلبية، مش قادر أجيب حقي، فأنا هعمل إيه ما باليد حيلة. لكن الحقيقة الحلم بلغة الكتاب المقدس هي صفة إيجابية عظيمة، تحتاج إلى قوة روحية وقوة أدبية عظيمة ما يقدرش يديها إلا الرب يسوع المسيح. والحلم بالمعنى الكتابي هو أني عندي إمكانية أني أتخلى عن حقي عندما يسلب حقي. يعني إذا سلب حقي وظلمت ما فيش مشكلة، أنا مش هبات يعني تعبان ولا أعصابي تعبانة ولا هطالب بحقي. ودي يمكن نعرفها من سفر العدد أصحاح 12 لما تكلمت مريم وهارون على موسى، وموسى سكت حتى لما الرب يعني عاقبهم اللي صلى من أجلهم وصرخ من أجلهم موسى. فكان عنده إمكانية إن هو يتخلى عن حقه ويسيب الرب يجيب له حقه. موضوع الحلم ده بيفكرني بقصة ليا وأنا صغير. كنت الآية دي أول مرة قريتها إزاي؟ إنه ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. أنا فهمتها حلم يعني دريم، يعني حلم إن الرب قريب. فكنت بقول إن المستوى الروحي إن الواحد يقعد يحلم إن الرب قرب يجي يعني. والحقيقة ده كان بيعيشني في جو جميل، بس طبعا لما فهمت معنى الكلمة فهمت الآية، بس لازلت أملي ورجائي وكل أمالي بتحلم إنه يجي إنه يجي إنه يجي. وهو اللي يخلي الواحد حليم إن الرب قريب. يعني إذا حد خد حقي هسيبه ليه؟ هسيبه لأن طب ما هو الرب هيجي وهياخدني وهسيبه، فخلاص سايبها كلها يعني صح. بلغة سنة اليوبيل تقترب، فكل حاجة بترخص. كنت عايز أضيف حاجة على كلمة افرحوا، لأنها فعل أمر. هل دي تستحق تستلزم إن الرسول بولس يقول تحريض افرحوا؟ هل في فرق بين المؤمن الفرحان والمؤمن الحزين؟ أيوة في فرق. في سفر في عمل عظيم جدا نحمية عشان يشجع الشعب إنه يستمر يعمل بقوة ونشاط، يقول لهم افرحوا لأن فرح الرب هو قوتكم. المؤمن الفرحان بيتشدد ويتقوى ويقدر يعمل عمل الرب بنشاط. قالوا عن الصلاة: الصلاة هي الضعف البشري مستنداً على قوة الله، وهي التعبير عن حياة الاتكال وعدم الاستغناء عن الله. إنها حالة قلب وجد راحته في الله، وهي الثقة الهادئة في قلب الله المحب وصلاح أفكاره الحكيمة باعتباره الأب المسؤول عنا. هي الملجأ والملاذ للشخص التقي وسط ضغوط الحياة ومشاكلها. إنسان بدون صلاة هو إنسان بلا إله. استيقظ في الصباح الباكر
وابدأ يومك بتكريس وقت في سكون الفجر تصرفه مع الله، حتى متى أشرقت الشمس تجدك ساجداً في عرش النعمة. الصلاة هي التي تحرك ذراع ذاك الذي يحرك الكون كله. لم يعلم الرب يسوع تلاميذه كيف يكرزون، لكنه علمهم كيف يصلون. مجيئنا إلى الله كثيراً لا يزعجه، وإنما عدم مجيئنا إليه هو الذي يزعجه. يجب أن نسأل الله بتواضع المحتاج، ونطلب بحرص العبد، ونقرع بثقة الصديق. كثيراً ما كوننا أفكاراً عن الصلاة، وتحدثنا عن الصلاة، وقرأنا عن الصلاة، لكننا لم نبدأ في الصلاة. إنه الآن وقت لنصلي. الصلاة إن لم تكن الآن فمتى؟ وإن لم تكن أنت فمن؟ وإن لم تكن هنا فأين؟ كثيرون يشبهون في صلواتهم الأطفال الصغار الذين يطرقون الأبواب ثم يركضون بعيداً قبل أن يفتح الباب. الصلاة ليست هي الوسيلة للحصول على ما نريد، بل هي الوسيلة التي تجعلنا نصبح كما يريدنا الله. صرخة بارتيماوث الأعمى أوقفت ذاك الذي أوقف الشمس. أحضر كل شكوكك وهمومك وأتعابك عند قدمي المسيح واتركها هناك. حينما نصلي من الأفضل أن يكون قلبنا بلا كلمات عن أن تكون كلماتنا بلا قلب. الركب الساجدة أقوى من الجيوش الزاحفة. لو قضى المسيحيون في الصلاة نفس الوقت الذي يقضونه في التذمر لانتهى التذمر من حياتهم تماماً. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. نقرأ من عدد 6: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أخ يوسف، روشتة جميلة محتاجينها في الظروف اللي احنا فيها دي، يا ريت تدينا وصف ليها. يعني بينصحنا نصيحة مهمة قوي، اننا ما نهتمش وما نقلقش لأي حاجة. طيب يعني ايه الواحد يبقى ما عندوش إحساس في مشاكل؟ في طريقة لعلاج المشاكل ما أروعها، بل في كل شيء الصلاة والدعاء مع الشكر. رائع إنه بيقول لك قدم المشكلة قدام ربنا اللي يقدر يحل المشكلة. سكب شكواه قدام الله، فروح للرب واسكب شكواك. والصلاة مع والدعاء مع الشكر. طيب أنا بسكب الشكوى، أنا بعرض القضية والاحتياج، إيه دخل الشكر هنا؟ بنشكر لأن أولاً لنا إله، ما احناش لوحدينا في الظروف دي، ثم لنا إله يسمع، ثم لنا إله عنده القدرة وعنده المحبة. لذلك أنا بشكر الإله اللي معتني بي، اللي يقدر واللي بيحب. لذلك بأقدم الصلاة والدعاء مع الشكر. والكلمة اللي جاية بعدها رائعة: لتعلم طالباتكم لدى الله. يعني كل المطلوب إن ربنا يعلم، أو إني أنا أعلمه بما أنا أجتاز فيه. وأعتقد لما بنقرأ الآية دي أنا شخصياً بفكر دايماً في مرثا ومريم لما بعتوا للمسيح رسالة ما أقصرها وما أجملها، ما قالولوش غير خبر الذي تحبه مريض، بس ما قالولوش تعال، ما قالولوش اشفيه من بعد، ما قالولوش ولا حد. لكن مجرد أن مشكلتي أعلمت بها الرب، هذا في حد ذاته يوصلني للآية اللي جت بعد كده: وسلام الله
الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أنا وصلت مشكلتي للشخص القوي القادر المحب، عرف اللي أنا بحتاج إليه، شكرته مسبقا. أنا بعد كده سأضع رأسي على وسادة اللينة، وسادة المعاملات الإلهية. إن أثقلت رأس الهموم أو إن بدت شقاوتي أجري إليك أحتمي، فحضنك وسادتي. أنا واثق يا رب إنك أنت حكيم وصالح، وعشان كده السلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. أنا أفتكر قصة تانية كمان يا أخي يوسف في العهد القديم لواحدة اسمها رعوث، وكان وحماتها عندهم مشكلة، فراحوا قالوها لواحد عظيم اسمه بوعز. الست اللي عندها خبرة قالت جملة جميلة أو أنا بفتكرها دايما: اجلسي يا بنت اهدي، لأن الرجل لا يهدأ حتى يتمم الأمر. متهيألي إحنا مع اختبارنا للرب مفروض نقول لنفسينا كده: هو اهدي، لأن في واحد أمين مدام خد خبر بالموضوع هو مسؤول عن إنه يتمم الأمر للنهاية. اللي حضرتك قلته في الأول إن دي روشتة، فعلا أنا حاسس إنها روشتة، هي والجزء اللي جاي بعدها روشتة كيف نفرح بالرغم من الظروف. واحدة من أكتر الحاجات اللي بتسرق الفرح من أي شخص مؤمن أو غير مؤمن هي الهموم، والروشتة دي بتعالج لنا أكبر موضوع، الهم. الهم بسبب مشاكل جاي عليا أو بسبب المستقبل، لكن بيقول لي لا تهتم. طبعا ما أعمل إيه في الهم؟ روح بسرعة وإعلنه قدام الرب. بس الجميل إنه الوعد مش إنه الرب حينفذ لك طلباتك، لكن الوعد إنه حيديك سلام لو فعلا عرفت تلقي كل همك عليه أول بأول، وهو لسه واحد ما بقتش هموم كتيرة، لكن وهو لسه صغير ورحت عرفت تلقي همك عليه، في وعد صادق أكيد اختبره هذا الشخص. ومن حق كل مؤمن يختبره إنه سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبك. وبالتالي لما سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلبي في المسيح يسوع، أنا هقدر أفرح، هقدر فعلا أكون فرحان بالرغم أنه فيه هم، والهم ما تشالش، يمكن ما يسمحش أنه هو يشيل، لكن إداني السلام، وفي الوقت المناسب هيتصرف في الهم ده بحسب حكمته. في قصة تؤكد ذلك أيضا في العهد القديم، حنة أم صموئيل كان عندها مشكلة ما تتحلش، مشكلة يعني مش بس أنها عاقر، لكن عندها ضرة نكدية فمقريفة عشتها. طب وتعمل إيه؟ لو بإيديها ما كانت تجيب عيال، مش قادرة، وهي بين نارين راحت عرفت السكة وسكبت الشكوى أمام الله. كتاب يقول لنا خرجت من لدن الرب ولم يكن وجهها بعد مغير. طب هو جالك حاجة يا ستي؟ هو انت حملتي ولا حاجة؟ قالت ده انا لسه طالع من محضر ربنا. امال وشك مش مغير ليه؟ حطيت المشكلة قدام ربنا، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ. وده امر مهم قوي للمشاهد الكريم. في ناس كتيرة بتحط المشكلة قدام ربنا في الصلاة، بس قبل ما تطلع من محضر ربنا وشايلة تاني على راسها وتطلع. لا، القي الهم قدام ربنا وسيبه هناك، وهو هيحل لك المشكلة في التوقيت الصحيح. أنا بيعزيني تأثير هذا السلام العجيب. أنا شخصياً مريت باختبار الظرف الصعب اللي مريت بيه، ما ريحنيش مواساة الناس ولا المسكنات، لكن لولا سلام الله كان ممكن يحصل لي انهيارات عصبية أو أمراض نفسية. لكن سلام الله العجيب فعلاً حفظ القلب من الحزن المفرط والأفكار من الهموم ومن الشتات. أنا أحب أفرق بين أنواع السلام اللي يتمتع بها المؤمن في كلمة الله. في نوع من السلام اسمه سلام مع الله، فإذا قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. الخطية بتخلي الإنسان خايف من ربنا، أو النتيجة من نتائج الخطية: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. لكن نتيجة إيماننا بعمل المسيح الكفاري وإن إحنا ترمينا بالإيمان على شخص المسيح، ما بقناش نخاف من الله، نهابه، نجله، نحترمه، نقدره، لكن ما بنخافش منه خوف الرعب. حتى في أوحش حالاتنا زي ما عمل بطرس على بحر طبرية بنهرب إلى الرب، مش بنخاف منه باعتباره يعني بيحبنا ومحبته ما بتتغيرش. فده سلام مع الله، فإذا قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. لكن في نوع تاني من السلام المسيح قال لنا عليه في يوحنا 14
سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم. يعني سلام المسيح الإنسان اللي كان بيتمتع بيه كإنسان هنا على الأرض، كان برغم كل الظروف وبرغم المعاداة اللي كان بيتعرض ليها، لكن عمره ما فقد سلامه، عمره ما ارتبك، عمره ما خاف، عمره ما عتل الهم، عمره ما حط يديه في جيبه وما لقاش فلوس فارتبك وعتل هم بكرة واحتياجات التلاميذ اللي معاه، عمره ما أحاط بيه الأعداء فخاف، عمره ما ارتبك على الإطلاق، حتى لما كان البحر هايج جانا في المؤخرة على وسادة نائما. وهو الرب قبل ما يمشي قال من حقكم تتمتعوا بنفس نوع السلام ده، سلام الإنساني. وأعتقد أن كل مؤمن من حقه يتمتع بكده، وممكن أروح للرب وأقول له رب أنت قلت لي أن أنا من حقي أتمتع بهذا السلام، أكون إنسانا متوكلا على الرب. لكن هنا أعتقد أن النوع ده نوع تاني، ده سلام الله. شكله إيه؟ يعني ما أعرفش أوصفه. سلام الله المثلث الأقانيم اللي بيكتن في بيت الله. لما تحصل مشكلة نكبة كونية أو مصيبة كبيرة الناس كلها بترتبك، لكن ما أعتقدش الرب بيرتبك ولا بيعتل الهم. وده دوره معايا، إن لما تبقى في مشكلة كبيرة قوي أنا ما أعرفش يعني أعمل إيه، لكن الرب بيجي في الوقت ده بسلامه. أعتقد ده من نوع، النوع ده متعت بيه واحدة زي الشنومية، الابن الوحيد اللي طال انتظاره مات، بس الست مش عارف جابت السلام ده منين. لما قالوا لها أسلام لك، أسلام للولد، أسلام لرجلك، قالت سلام بالرغم أن الابن الوحيد كان ميت. وسلام الله الذي يفوق كل عقل، ما يتوصفش، يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. أنا كمان عجباني فكرة أنه الطريقة اللي بيشتغل بيها سلام الله الذي يفوق كل عقل ده، أنه وجه قلبي وفكري للمسيح يسوع. والاسمين الحقيقة كل واحد فيه قوته. المسيح حل الله لكل المشاكل، عنده حل، أنت عندك للمشاكل ألف حل. لكن كمان كلمة يسوع بتقول إن الشخص ده في يوم من الأيام كان عايش هنا وحاسس بيا وعارف إيه الظروف اللي أنا بعدي فيها من قبل الاثنين، من قبل مشيت، عين بصيرة وإيد قديرة. يعني ده اللي في صف من قبل مشيت في البرية وجربت كل أسية، عشان كده بتقدر ألمي. أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا، وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه في، فهذا افعلوا، وإله السلام يكون معكم. من عدد 8 نقرأ أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا، وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيا، فهذا فعلوا، وإله السلام يكون معكم. خمتحت كمل لنا الروشتة بقى زي ما أنت بتقول. صحيح، أنا يعني بشعر أن الجزء ده هو الدواء الثاني في الروشتة، علاج الهم، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء. طب بس إحنا عندنا أفكار وعندنا أمور كتيرة بتواجهنا. بتخيل أنه الرسول بيقول لو عرفتوا تفكروا بطريقة صحيحة وعرفتوا تعملوا أمور صحيحة هتقدروا تفرحوا. بيقول للأحباء كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما هو عادل، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكر. نفسي أحبائي المشاهدين يتخيلوا لو كانت دي الأمور اللي بتشغل فكرهم في خلال اليوم. بيجي منين الحزن؟ بيجي منين الغم والهم؟ من طريقة تفكير سلبية في أمور كئيبة أو في شرور. دايماً التفكير في أي شيء سلبي بيأثر على حالتي ويخليني ما أقدرش أفرح، يخليني ما أقدرش أبقى سعيد. حتى طريقة التفكير السلبية في الظروف دايماً بتحبطني وتخليني ما أقدرش أفرح فعلاً ولا أتمتع بالفرح. لكن لو كانت أفكاري في كل ما هو حق، ومين هو الحق غير السيد؟ صح. لو كنت بفكر في المسيح، لو كانت أحاديثنا عنه
حتى واحنا في مشاكلنا افتكرناه، افتكرنا قوته، قدرته، محبته، كل ما هو جليل. مين جليل غيره؟ مين يتقال عنه اللفظ ده غيره؟ هو كل ما هو جليل، كل ما هو طاهر. لو كانت مستوى تفكيرنا دايما بهذه الطريقة وأفكارنا مرتفعة بالطريقة دي، نفسيتنا هتبقى مرتفعة وهنقدر نفرح. وكمان بيقول لهم: وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه مني فهذا افعلوا. أعتقد أن الجزء ده بيشاور على اللي كان بيقوله الرسول قبل كده، أنه ماشي في طريق واحد، حاطط المسيح هو الغرض، بيسعى نحو هدف واحد، عنده عينه عين موحدة على شخص واحد. لو إحنا بنعمل كده وإله السلام معانا، أعتقد هنقدر ننفذ الوصية اللي بالنسبة لناس كتيرة قوي مستحيلة: افرحوا في الرب كل حين. نتيجة الصلاة والدعاء مع الشكر إن إحنا نتمتع بسلام الله، لكن أحلى من سلام الله أن إله السلام نفسه في النهاية هيكون معانا. الله تسمى إله كذا حاجات كتيرة قوي، بس أكتر حاجة ذكرت هي أنه إله السلام، كأنه عارف عايز يقول لنا: أنا عارف. سبع مرات في رسائل بولس، في رسائل بولس عايز يقول لنا: أنا عارف أنتم محتاجين إيه، وموجود معاكم بصفة إله السلام. الأخ أيما كان أشار إلى الفعل والفكر، أو الفكر والفعل، ودي بتاخد فكري إلى شريعة في العهد القديم بتاعة الحيوانات الطاهرة والنجسة. فالحيوان عشان يبقى طاهر كان لازم يشترط فيه أمرين: يقتر ويشق ظرف. وأنا بعتقد أن الاقترار بالمعنى الروحي التفكير. الخروف مثلا لما يأكل يطلع من اللكله ويهضمه، يمضغه تاني ويرجعه، ده التفكير. يعني بطلع من اللي أنا عارفه وأفكر فيه وأرجعه، ده اقترار. فعلينا أن نفتكر في الأمور المقدسة. الخروف مش من الحيوانات الرمامة اللي بتاكل أي حاجة زبالة، لا لا، إذا ما كانش حاجة فريش اللي هو الأخضر اللي لسه طالع طازة، اللي هو الحشيش الجديد، ده اللي بيأكله الخروف، حاجة طازة. وبعد ما يتكلم عن افتكره يقول افعله، شق الظرف. عندما تفكر صحيحا تعمل صحيحا، وإذا عملت الاثنين يبقى ده فعلا انت بقيت شخص طاهر ممكن يشبع بك الله ويشبع بك المؤمنون. لأن الحيوانات النجسة لا تتقدم على المذبح ولا تتاكل من شعب الله. لما أبقى أنا شخص طاهر أكون لشبع قلب الله وأكون لشبع قلوب إخواتي. في عددين في العهد القديم في مزمور واحد أول آيتين في توافق مع الصورة اللي حضرتك قدمتها لنا. في الآية الأولى بيوصف اللي لم يسلك في مشورة الأشرار هو نفسه اللي في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. كتير قوي لما بتكون في قعدة أو كلام فبيكونش ده توجهنا، بنفكر بطريقة سلبية في الناس. هو عايز يقول إذا كنت بتفكر بطريقة سلبية في الناس مش هتقدر تفرح، إذا كنت بتبص على الجانب السلبي في إخواتك أنت مش هتقدر تفرح. لكن إذا ما لقيتش فضيلة وما لقيتش مدح، ما تفكرش أحسن، ما تتكلمش أحسن، ما تخليش فكرك يجي لناحية سلبية، لأنه ده مش هيأثر عليهم لكن هيسرق سلامك وهيسرق فرحك. أنا عايز أضيف أنه كل الحاجات اللي قالها الرسول هنا السلب بتاعها من سراق الفرح. يعني مثلا هو بيقول كل ما هو حق، احنا في حاجات أوهام بنتبعها كتير، يعني بيقولوا كذا، عارف فكرة بيقولوا كذا، بيقول لك خد اشرب دي هتبقى مبسوط، خد اعمل دي، أوهام. أنا ما عنديش حاجة بتقول إن دي حقيقة، أما أمشي وراها ده بيسرق سلامي. نفس حكاية الشريف الجليل، الحاجة المحترمة، الحاجة اللي فيها عدل، الحاجة اللي فيها طهارة. أنا بفتكر إنه أنا يعني بفتكر آية في العهد القديم أحيانا اختبرتها في أيام شر، يعني الكتاب بيقول إن الشرير يهرب ولا طارد، خطايا اللي جواه حسدة من في حد بيمشي وراه بيجري وراه، ما فيش حد وراه. بس هي المشكلة إنه لأنه ما فيش سلام. ليه؟ لأنه النجاسة موجودة جوايا، قلة الطهارة اللي موجودة جوايا بتسرق السلام اللي جوايا. فرب دي نعمة إن إحنا بجد، دي شتة محترمة جدا إن إحنا نلتفت إليها. فآية 9 بيسيب لنا مرجعية نقيس عليها، يقول: ما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيا. أنا بقسمهم أو برتاح أقسمهم ثنائيتين: ما تعلمتموه وتسلمتموه، تعلمتموه من الرب أو سمعتوه من تعلمتموه من الرب مباشرة أو سمعتموه مني في تعليم من كلمة الرب. وتسلمتموه يعني ساب لهم رسائل. طب جابها منين؟ يقول: تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، دي اللي قالها للمؤمنين في كورنثوس.
طب وراحت فين؟ هي المسجلة في الرسائل. إذن هذه التعاليم بين إيدينا النهاردة مسجلة بالوحي في كلمة الله، لكن كمان يسيب لهم نموذج حي. ما سمعتموه مني أو عني ورأيتموه، أنا مش بقول كلامه بس لكن عشته كنموذج لكم. إله السلام هو الذي يعطي السلام في عالم مضطرب، فإن وضعت ثقتك فيه سيكون لك سلام مهما كان ما حولك من ظروف وأمور. فليتك تضع ثقتك فيه، فإنه يكفي ليس فقط لأمور هذه الحياة، بل الأهم جدا أنه يكفي لأبدية سعيدة ستتمتع معه بسلام الله، لأنه إله السلام. شكرا من أجل وجودكم معنا والوقت اللي قضيتوه، وعزيز المشاهد بستودعك لنعمة الرب، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجنا فاحصين الكتب والرب معنا.